لنقاش هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من مالمو عضو تحالف الوطني المعارض لبيد السميداي. أهلا بكم سيد لبيد. أهلا وسهلا بكم. كيف يفسر حراك الديمقراطيين لمحاكمة ترامب برلمانيا بالتزامن مع توسع المطالب الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتحرك الذي قام به الكونغرس الأمريكي بصورة عامة أو ينوي القيام به الكونغرس الأمريكي وبشكل خاص الديمقراطيون في المجلس، مسألة طبيعية رد فعل متوقع، وهي فرصة ينبغي أن يستثمرها الديمقراطيون. أولا لأنهم يسيطرون على معظم مقاعد الكونغرس الأمريكي، لهم أغلبية في المقعد، وبالدرجة الثانية لأن منافسهم جو بايدن وهو منافس قوي ويتمتع بشعبية عالية وهناك وله حظوظ كبيرة بأن يكون الرئيس الأمريكي المقبل في الانتخابات التي ستجرى بعد عام في عام 2020. نعم. لأن مرشحهم هذا الديمقراطي هو الذي تتعرض سمعته للتشويه من خلال الضغط أو محاولة ترامب لابتزاز الرئيس الأمريكي الرئيس الأوكراني من أجل تشويه سمعته. فالتحرك الديمقراطي تحرك طبيعي جدا. نعم. كيف تقرأ موقف هيلاري كلينتون من كل هذه الموجة؟ نعم، بالنسبة هيلاري كلينتون على الصعيد السياسي تنتمي كما نعلم إلى الحزب الديمقراطي، والحزب الديمقراطي يجب أن يساند باعتبارها عضوة بارزة في الحزب وشخصية مرموقة في أمريكا بصورة عامة. مطلوب منها أن تساند جو بايدن، وفي نفس الوقت يجب أن تضعف من مكانة ترامب. بالدرجة الثانية لأن ترامب كان منافسها السابق وهي تعرضت لصدمة كبيرة نتيجة خسارتها في الانتخابات كما نعلم. نعم. كلام كبير عن الفساد في مسألة أو تدخل روسي في مسألة الانتخابات التي جعلتها تفشل فيها. فإذا موقف هيلاري كلينتون ورد فعلها القوي مسألة أيضا طبيعية ومتوقعة، لكن ليس لها علاقة في مسألة أنه هي التي ربما هناك كلام بأن إذا تم عزل ترامب ستعود لها ستعاد سيكون هناك خط رجعة وهي التي تصبح رئيسة. نعم. لا، هذه مغالطة. الرئيس يكون النائب، إذا عدل الرئيس سيحل محله نائب. نعم. هي حسب القانون. رئيسة البرلمان أو الكونغرس نانسي بيلوسي على الرغم من هجومها الشديد على ترامب صرحت بأنه لا يمكن حاليا إصدار أحكام بشأن عزل ترامب. ما مدى إمكانية تحقيق الهدف من محاكمة ترامب أو عزله؟ كلام رئيسة المجلس، مجلس الكونغرس، مسألة طبيعية أن يكون كلامها يبدو أنه تقف على الحياد باعتبارها رئيسة مجلس، ورئيس المجلس عندما تكون القضية هكذا يجب أن يتخذ موقفا مهنيا بالحقيقة، لا يتكلم لا ينطق باسم الديمقراطيين. نعم. هي قررت نتيجة أنها استأنست برأي أغلبية مقاعد البرلمان أغلبية النواب، وكانت هناك رغبة كبيرة في أن يجرى التحقيق في شأن هذه المكالمة، لذلك هي قررت أن تدفع بهذه المسألة إلى المسار الرسمي، المسار الرسمي الطبيعي، وبدأت طبعا تبدأ العملية باستجوابات. نعم. استجواب المسؤولين عن الأمن القومي والاستخبارات في البيت الأبيض، وهذا ما جرى استجواب الاستماع إلى شهادة مسؤول الاستخبارات. نعم. في البيت الأبيض نفسه. شكرا. والعملية سوف تتسلسل في المقام الثاني، سيتم استجواب رئيس المجلس القومي بالنيابة لأنه هو الذي يعرف التفاصيل عن المخبر. شكرا جزيلا لكم عضو التحالف الوطني المعارض لبيد السميداعي، كنت معنا عبر الهاتف من مالمو.